أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القسم 20 من سيرة الإمام محمد الباقر عليه السلام، وفي هذه الليلة نتحدث عن، في القسم الأول من حديثنا إن شاء الله نتحدث عن ملامحه، يعني ملامح الشكل. الإمام الباقر عليه السلام كيف وصف من الناحية الشكلية؟ عندنا كتاب الفصول المهمة، هذا الكتاب أشرنا إليه من قبل، لابن صباغ المالكي، وهي من مصادر السنية، ولكن هذا الكتاب كتبه في معرفة الأئمة عليهم السلام، أئمة أهل البيت، وكان هو من أهل مكة، من علماء مكة، وهذا الكتاب من الكتب المميزة حقيقة في سيرة الأئمة عليهم السلام فيما كتبه علماء أهل السنة في هذا المجال. فقال ابن صباغ المالكي: صفة الباقر عليه السلام أسمر معتدل. معتدل يقصد من ناحية السمرة، يعني سمرته ليست شديدة وإنما متوسطة. هذا الوصف الأول الذي نجده في هذا الكتاب. عندنا كتاب آخر وهو مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، وهو من علماء الشيعة، ويقول: وكان ربع القامة، يعني ليس بطويل ولا بقصير، مربوع كان، دقيق البشرة، جعد الشعر، أسمر، له خال على خده وخال أحمر في جسده، ضامر الكشح. راح أشرح شنو معنى ضامر الكشح بعد قليل ونعلق على هذه النقطة. حسن الصوت، مطرق الرأس، بمعنى إن لما كان يمشي كان الإمام عليه السلام ينزل رأسه، يطرق إلى الأسفل، ما كان يرفع رأسه إلى الأعلى بهذا الشكل، كنوع من التواضع في المشي من قبله عليه السلام. طبعا للأسف ابن شهر آشوب ما أرجعنا إلى مصدر مثل هذا الوصف، يعني من الذي قال إن الإمام عليه السلام كان بمثل هذه الصفات، باعتبار أن المؤلف هذا ابن شهر آشوب يأتي بهذا الكتاب بعد مئات السنين من عهد الإمام الباقر. ما مصدرك؟ من أين جئت بهذا؟ ما هي الروايات؟ ما نعرف، ولكن هكذا قدم لنا الفكرة. ما معنى ضامر الكشح؟ الضمر والضمر الهزال والدقة وقلة اللحم، والكشح الجزء الجانبي من جسم الإنسان ما بين الضلوع والخاصرة. فإذا هذه المنطقة اللي هي أسفل الضلوع على الجانب، عندما تكون قليلة اللحم، يعني يكون ضعيفة هناك، ما يكون عريض، هذا يسمونه ضامر الكشح. فإذا دلالة هذا المصطلح ما هو؟ أن الإمام، يعني حسب الظاهر، يبدو بأن كان ضعيف البنية، بحيث أن هذه المنطقة أيضا كانت ماذا؟ كانت ضامرة. ولكن في المقابل عندنا رواية في الكليني، ورواية مسندة بطريقين، بأن الإمام كان، يعني كانت فيه سمنة، خلينا نقول مفرطة، سمنة، كان سمين جدا يعني الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية. خلينا نشوف مع بعض الرواية ثم نعلق بعد ذلك. في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، فإذا صار عندنا طريقين، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا الإمام جعفر الصادق ينقل لنا الخبر، قال: إن محمد بن المنكدر كان يقول. من هو محمد بن المنكدر هذا الذي كان يقول؟ محمد بن المنكدر التيمي القرشي المدني، هو من تيم، يعني مثل الخليفة أبي بكر، مثل طلحة ابن عبيد الله، هؤلاء من الفرع التيمي من قريش.
فهو تيمي وهو من أهل المدينة، كان من التابعين، روى عنه البخاري، أو روى له عفوا البخاري، يعني له روايات في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في الترمذي، عند النسائي، ابن ماجه، كل هؤلاء رووا عن محمد بن المنكدر. وصف بأنه كان من المجتهدين في العبادة، يعني كان يتعبد كثيرا. فيقول هو مروي عنه أنه قال: كابدت نفسي، جاهدت نفسي، أتعبت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني حتى استطعت أن أسيطر عليها. فإذا هو كان رجل في زمانه معروف بشدته في مجال العبادة وشدته على نفسه ليسيطر على نفسه. فإذا نستطيع أن نشبهه بأنه كان بنحو ما من عباد ذلك الزمان. ولذا هو سيعلق على الإمام الباقر ثم يتراجع. إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن علي بن الحسين عليهما السلام يدع خلفاً أفضل منه. ما كنت أتصور أن يعني من ذرية الإمام زين العابدين راح يكون في أحد أبنائه أفضل من أبيه، حتى رأيت ابنه محمد بن علي عليهما السلام فأردت أن أعظه فوعظني. الآن ما مصدر إعجاب محمد بن المنكدر بالإمام زين العابدين؟ الإمام زين العابدين هو زين العابدين، هو سيد الساجدين. فإذا هناك ماذا؟ نوع من المشابهة في العناية الشديدة بموضوع العبادة عند الرجلين. فكان محمد بن المنكدر معجب جدا بالإمام زين العابدين عليه السلام، وإن كان هو من مدرسة أخرى، يعني هو ليس من أتباع مدرسة أهل البيت. طيب، فأردت أن أعظه، يعني أن يعظ الإمام الباقر، فوعظني. فقال له أصحابه، أصحاب ابن المنكدر: بأي شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة، فلقيني أبو جعفر محمد بن علي، وكان رجلا بادنا ثقيلا، وهو يتكئ، يعني من شدة ثقله يتكئ، متكئ على غلامين أسودين أو موليين. الراوي يقول كأنه يعني متردد، إن الوصف كان هل الكلمة اللي جاءت غلامين أسودين أو موليين. فقلت في نفسي: سبحان الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال. إذن هنا الإمام يبدو كان في سن متقدمة، شيخ من أشياخ قريش، هذا التعبير يدل على أن الإمام الباقر كان في سن متقدمة، في طلب الدنيا بهالحر، كل همه طالع أن شنو في أمر الدنيا، المفروض يقعد الحين بالمسجد يتعبد كذا، شيء من هذا القبيل. أما لأعظنه، راح أروح له وأوعظ الإمام الباقر إنه شنو هذا أنت كذا. طبعا مورد الشاهد هناك اللي يعني في سياق كلامنا: كان رجلا بادنا، بادن ثقيل، بحيث كان متكئ على شخصين لثقله. طيب، فدنوت منه فسلمت عليه، فرد علي السلام ببهر، بمعنى أن الإمام كان من تعبه يتنفس بشكل متسارع، يسمونه بهر، وهو يتصاب عرقا شدة الحر. فقلت: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، يعني كأنه يلوم الإمام: أرأيت لو جاء أجلك، الموت لو جاءك الآن وأنت على هذه الحال، ما كنت تصنع؟ شلون أنت تقابل الله بهالمعنى بهذا الحال وأنت مقبل على الدنيا؟ فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عز وجل،
أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، حتى ما مد إيدي لأحد. أنا مو رايح لشيء زائد عن حاجتي، أنا رايح لأمر كسب رزقي بحيث أن أنا ما مد إيدي لأحد. طبعا هنا الإمام من جهة يبين مفهوم إسلامي أصيل مرتبط بقيمة العمل، ثانيا مفهوم إسلامي آخر بأن السعي في الرزق الحلال هذا هو بحد ذاته نوع من أنواع العبادة، إذا كانت النية هي مثل هذه النية اللي تكلم عنها الإمام عليه السلام. ثالثا كراهة أن الإنسان يمد إيده لحد ويطلب، وأن يعني يطلب المساعدة بحيث أنه يقلل قيمته أمام الآخرين. ثم الإمام عليه السلام هم يقول له يعني أكف بها نفسي وعيالي عنك، شوف أنت الحين مالك فضل علي، وشوف لسانك شلون طويل. تخيل أنت لو كان لك فضل علي، هكذا الناس لما تروح تطلب من واحد وكذا يشوف نفسه عليك. ثم الناس عبيد الإحسان، واحد لما يحسن لهم يذللون، أنا أترفع عن هذا. الإمام عليه السلام كأنه يقول أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله، أنا ما سويت معصية، هناك اللي الإنسان يخاف. فقلت صدقت يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. طيب طلع الرجل منصف بالنهاية واعترف بخطئه واعترف بفضل الإمام، بحيث أنه في بداية الكلام وصف الإمام الباقر بأنه على الأقل لا يقل عن فضل أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام. في النهاية المقطع اللي كان يهمنا إحنا هي قضية السمنة الشديدة، يعني الوصف جدا على العكس مما جاء في كلام ابن شهر آشوب، إن الإمام كان كاشح الجانب، كان ضعيف من ناحية الجانب، هذا ما يتماشى مع ثقل البدن. الآن واحد يقول ليش يعني الإمام كان يحب الأكل مثلا، وهذه صفة مذمومة أن إمام ويكون عنده شره، وين الإمام علي عليه السلام كذا، لا ما له علاقة هذه. أحيانا تكون قضايا جينية، الإنسان يولد هو هكذا بنيته بهذا الشكل، وأحيانا تكون هناك مشكلة في الهرمونات كذا تؤدي إلى مثل هذا الأمر. ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عنده شره في هذا المجال، خاصة لما يكون الإنسان في كبر سن وكذا، أيضا تبدأ هنا الشحوم وغيرها تتراكم في الجسد، غير لما يكون الإنسان في سن الشباب مثلا يحرق طاقة كبيرة إلى آخره. على كل حال الله أعلم أي الوصفين هو الصحيح. طبعا الوصف اللي جاء في ابن شهر آشوب لما نتكلم عن الإمام الصادق عليه السلام وصفه بوصف شبيه لوصف الإمام الباقر، وكان يعني الإمام الصادق عليه السلام ربع القامة أزهر الوجه، مو أسمر، أزهر يعني يميل إلى الحمرة والبياض، حالك الشعر لون شعره غامج، جعد أشم الأنف، أنزع يعني شعره بالجوانب مرتفع إلى الأعلى، رقيق البشرة، على خده خال أسود، وعلى جسده خيلان حمراء. في هذا الوصفين الأخيرين يشبه اللي جاء في وصف الإمام الباقر عليه السلام. طيب نكمل ولا نتوقف؟ أتصور كافي، إذا دخلنا بهالآن اللي جاي راح نأخذ ثلث ساعة. أكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله نكمل المرة الجاية عن بعض الانطباعات عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، وهناك بعض الالتفاتات اللطيفة اللي إن شاء الله نتوقف عندها مما ذكره أشخاص عايشوا الإمام أو علماء جاءوا من المدرستين من أهل السنة ومن الشيعة في بعد، إن شاء الله نشرح هذا في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.